رايك ايه في التنوع اللي موجود السنه دي في دراما رمضان؟ والله تنوع جميل جدا جدا، واكيد الزول اذا مشى على وتيره واحده في المسلسلات يعني حيمل، فلازم يكون في تنوع ثقافي سياسي ديني، عرفتها يعني من كل الحاجات دي، عشان هو يحس انه يعني التنوع ده ذاته بيضيف له، يعني ما بيشعر بالملل. التنوع افضل، وخصوصا المسلسلات التاريخيه. المسلسلات التاريخيه دي بتحكي لك التاريخ بتاعك. مسلسل الحشاشين ده بيحكي عن فتره اللي هي ايه، يعتبر الفاطميين، مظبوط. بس فهنشوف حسن الصباح هيعمل ايه. تنوع الكثير زي المسلسلات الدينيه. والله اي تنوع هو يعني بيخلق اضافه ثقافيه لكل حد منا. في رمضان احنا بنكون محتاجين فعلا للتنوع ده عشان نرفع عن نفسنا، يعني ممكن يكون اكتساب بتاع معلومه، ممكن نلقى نفسنا بنضحك عشان نخفف عن نفسنا شويه من الضغوط. فانا بكون حريص في رمضان انه اتابع حاجات دينيه عشان مش اكون بعيد من التاريخ الاسلامي بتاعي. الحاجه الثانيه بحاول اشوف حاجات المقالب الخفيفه زي رامز جلال وغيره، بحاول اتابع السيناريوهات زي دي، لانها يعني بتكون مشوقه كده، والاسره كلها بتكون متجمعه والناس بتضحك وتاخذ تدي يعني.